أما الموقف أتذكر مرة كنا مع الوالد الله يحفظه، الوالد يستغل الحياة إذا كنا مجتمعين يعطينا موعظة، لكن هذه المرة موعظة مختلفة. قام علينا قال كل واحد يغمض عينه، والله لو أشوف فيكم رجال فاتح عيونه لقوم عليه بالعصا. يا أبوي وش فيه؟ قال إلا تغمض عيونكم. خلانا نغمض عيوننا فترة يمكن خلنا دقيقتين ثلاث، بعدين قال الآن تخيل إنك أعمى البصر. هل جاء في يوم من الأيام إنك استشعرت هذه النعمة؟ فهذه الإلماحة ذكرتني بذلك الموقف اللي صار، أول أن طفى الكهرباء علينا. فعلا ترى نملك نعم كثيرة، ولكن هل استشعرنا بها؟ هل عرفنا فضلها؟ أما الإلماحة الأولى ترى سبحان الله، نقول اللي صارت له ظروف أو يفقد واحدة من يفقد واحد من إحدى حواسه، تجد سبحان الله في لديه همة مختلفة وتتعلم منها. لو ضربنا أمثال يعني يجي على رأس ابن باز عليه رحمة الله تترى. يعني مركز. إيه فسبحان الله يعني تتعلم منه. وتذكر إني زرت مستشفى عندنا في الظهران مخصص المعاقين، والله إن النية إني أدخل أزورهم وإني أقوي عزائمهم، إني دخلت وخجلت على نفسي وطلعت. بعضهم على 91 منهم يقول 27 سنة ما طلعت من المستشفى. أسولف معاه وتعلمت منه، هو اللي أعطاني الطاقة الإيجابية، هو اللي حمسني وأعطاني الفأل. فالماحة الأخيرة، الماحة الأخيرة أن من المصيبة جدا أن تكون أنت يعني كامل في حواسك كلها، ولكن تكون مبصر، ولكنك فعلا أعمى البصيرة، أو أنك تملك تلك القدمين ولكن لا تمشي بها إلا في الشر، وتملك تلك اليدين ولكن لا تبطش بها إلا بالشر. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.